السلام عليكم شباب، ناجي معكم مقطع جديد. وطبعا المقطع اليوم انا قلت ما اسوي رياكشنات بعد وما لي علاقه باحد شنو خليني شلون. بس يا اخي عندي فضول ارد طبعا تيك توك العراقي واشوف الشين شلون، لان يعني تيك توك مالتي ما يطلع العراقيين يطلعون اجانب. فحذفت التيك توك من الموبايل مالتي بالايفون الصغير، نزلته من جديد حتى نعيش تجربه شخص استوى طاب للعراق حيشوف التيك توك ايش يطلع له. حرفيا يطلع لك الصافي الصافي. وانا ادري بكم تحبون هاي السلسله، فيلا خاطركم ويلا نبدا المقطع. كلش متحمس اشوف المقاطع. طبعا مثل ما تشوفون هاي طلعت لي شنو انترست مالتك ما ادري شنو، راح اقول له سكيب اي شيء، يعني شيء عجبك طلع لي، اريد محتوى علاقه. يا الله راح ندوس ستارت ونبدي كانه اني من غدا ولا راح اجي اشوف المحتوى العلاقه. يا الله ستارت واتشنج. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. طبعا الله يشهد علي، بس دست ستارت وطبيت اول مقطع طلع لي هذا. الله يستر الله يستر، انا ايش رجعني لهذا التيك توك؟ انا ايش رجعني؟ انا كنت عايفه قاعد اسوي مقاطع كلش حلوه، بس يعني هاي اعتبروها استراحه لي، عود انا جاي استراح بعيدا عن المقاطع اللي اطلع وافوت ومونتاج يتعب. طبعا ما راح نعلق كل شيء ما راح نعلق كل شيء، بس نقول الله يستر الله يستر الله يستر. طبعا انا شهر محرم كامل ما نزلت عن التيك توك، لان احتراما يعني للشهر، لان اخاف الناس يعني حيطلعوا لي هيك. بس تو خلصان طبعا شهر محرم ما شاء الله، كلش ما شاء الله. هاي على طار المحرم سمعنا طبعا هاي احلى اطميه نزلت، يعني كل اربعينيات يمكن ما اعرف، بس تخبط ماما راح اسوي باميه، لا مو باميه، فاصوليا، وراح اخلي بيها فلفل اسود هم. بس ما سالتيني ليش اخلي فلفل اسود، حتى لا يصير بكم غازات. ما اعرف يعني ما بتهمس يعني يعني المشكله المفروض نكته يعني ضحكني، بس ما ضحك، ضحكت ورا طبعا انت ما تضحك، بس انا ما ادري ضحكت زين، ما تسوي تحدي ما اضحك ما اعرف ايش شفنا اصلا. يلا خوش خوش خوش. ليش اخلي فلفل اسود؟ غازات. انا ساعدت المقطع مره ثانيه اشوف يضحك مفروض، ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف. كل واحد هو يقول لك الضحك سبجكتيف، كل شخص ويشوفه يعني. انت شو شوفي ضحك على المقطع؟ ما مسلم انت متزوج؟ لا. شو كنت نفرح بيك؟ مش ما ادري عندي ليش يعني يعني ما تتزوج؟ عندك حبيبه؟ عندي الف واحده ما شاء الله ما شاء الله. الف واحده ما شاء الله. لا قاطع ليش الف؟ يعني ليش ما تصير وفي الوحده؟ هي مو بس واحده، لان الف واحده آه. عندي مو مالي يعني اقول لك واحده اثنين ثلاثه. انت هاي الرساله تتوصل للشباب انه صادقوا صادقوا، هيك قاعد تقولهم المفروض تنبههم على الوفاء، تقولوا كونوا حبيباتكم كونوا زوجاتكم، مو تقول عندي الف وحده. والله لا قلت شاغر، هي مو بس وحده عندي ولا صريح، عندي هوايه يعني. اكيد تحب من عندهم وحده طبعا. من هي؟ شو اسمها؟ شهد. شهد هي الحب؟ هي الوحيده. باقيات هيك يعني؟ باقيات هيك عاديات مخلين اي مخلين بالمعرض. بلاي بوي بلاي بوي. والحلو بي انه هو دا يقول لك انا بلاي بوي، يعني انا عندي هواي، يعني انا حلو بي هو صريح. طبعا ما اعرف الصراحه شنو هذا البرنامج، شنو هذا الموضوع، شنو بس ما ادري شنو. الولد محبوب على ستو راح تقولوا لي هو يعني بلاي بوي وهاي، بس هو اكو شيء بيضحك ما اعرف والله، هو اسلوبه ما اعرف الكلام يخليك تضحك، يعني اكو ناس من الله يعني شي اسلوبهم حلو كوميدي فكاهي شي قاعد يقوله. هاي غلط اكيد، يعني ما يحتاج اقول لكم شنو الف شخص، كل واحد يحب له شخص واحد يتزوجه، ما يحتاج اقول لكم يعني، انا قلت لكم بس ما يحتاج يعني اكيد يعني، بس دا اذكركم. بيبي اريد اروح للزياره انا وصديقاتي، تقبلين؟ بيبي حبيبتي من تردين تروحين للزياره تروحين وحدك؟ لو راح ويا قرايبك ويا خالتك ويا عمتك، يعني عوض صديقتك، واني انا ما ادري صديقتي شلون تروح، شلون تمشي وحدها ولا شلون عادي. لا يا حبيبتي انا على مود ايش راح اروح وياك، انا ما بي حيل امشي، بس حتى لا تقولين بيبي تكسر في خاطري، رجلي على رجلك الزياره،
تحطيني وين ما اتعب قاعديني بالموقف. بيبي شنو انت مثقين بي؟ ترى انا كبيره صرت، ترى انا مو بعدني صغيره. وهسه شو تقول صديقتي بيبي تشمثق بيك؟ ما اقدر الحين يا بيبي. لا حبيبتي تردين تمشين للزياره رزقي على رزقك، ما هدك منا لنا. صديقتك غير صديقتك، ادي اهلي ودوها، احنا بالنسبه لنا متعلمين بنياتنا يطلعن وياها. بيبي يعني شلون هنا انا محبوسه وبرا الا انت وياي؟ يعني شلون انا ما اخذ حريتي شويه؟ بيبي هذا الموجود حبيبتي، تريدين تمشي رجع على رجلك، قولي لا اولادك الغرفه صيحك، طب الغرفه سد الباب وادي جوا. ماشي بيبي حبيبتي، اللي يشوفنا ان شاء الله يسلم. هلا خبر حبيبي واقول لك قبل لا يطلع. غير جواب. الو ها حبيبي. الو ها حبيبي شلونك؟ اقول لك حبيبي وين منتظرني؟ باي بس باوع، ترى بيبيتي وياي وصل لها ساعة، لبسي جبة، لبسي طويل، لبسي جواري، بصبرتني. فباوع تدري شنو؟ اي ما ادري ما ادري ايش بيهم. فباوع تدري شنو؟ اجيك اني ومثلا اقول لها انه دا اجيب مراد لو شي ونهزم من عندها واجي وياك. شباب انا تاخذ راحتي وياك، يعني بيبيتي تراح وياك شو اسوي؟ ايش بيك؟ عوفة عوفة واجي منك الك اتيهها. ماشي يلا ماشي يلا ماشي عيني طالع هسه تسوى هاي القطعه. يلا خلتها بعليها شوي. يلا بيبي كل على الله حبيبتي. شد عماتي بعماتك. لا بيبي شو اقول معي يا طفله هسه اني ما اخاف عليك يا بيبي. بيبي ما يخالف عيب قدام العالم. يلا طبعا ما اعرف ذاك الجزء الثاني ولا، بس يعني وصلت الفكره وكلش حلو، يعني التصوير، الصوت، الفكره، توصيل الفكره كلش حلوه. وهو كاتب فيديو من الواقع عن المر به. صحيح صحيح، ترى كل شيء اكو بمجتمعنا وكل شيء قاعد نشوف وكلش توصيل الفكره كلش حلوه، فحيهم. يعني هذا مقطع بيرفكت و10 من 10 وعشيرك مصطفى البصراوي وتيماتك والبيبي. البيبي يعني الله يحفظها ان شاء الله، تمثيلها يعني ما شاء الله يخبل وانا مبين تمثيل. وهذا من احلى المقاطع اللي طلعت لي هذا. قميص هاي سن هاي آية هاي أسرب بيها ماي من أروح للمدرسة الصباح. أما ما تقبل أسرب من البائع المتزولات. أسرب هذا وأكل وياه هاي، بس هاي دائما تيه بس هاي بس أحميها من عزيز. في اليوم يطلع لي كله بنات و شنو؟ لا تقولوا لي والله تيك توك سوني منزله، والله العظيم سوني منزله. شنو الوضعيه؟ بس قولوا لي هسه شنو هاي؟ والله ما اعرف. طبعا بديت شويه بدي انغث، هاي شايف المغثه تجيك لما تدخل التيك توك العراقي. يعني طلع لنا مقطع قبل شوي حلو بس هسه اخ. بيش هذا؟ بيش تحسب لي اياه؟ 920000. بيش نهايته؟ احسب لك اياه 900000. لا تخاف مو لا في دولك يا معود. شنو الموضوع؟ انا ابد اعطيني اياه والله. نهايه الدنيا 900 والله ما ادري. ماليها منا بعد؟ والله بداعتك يعني واجه منتظر يعطيك وياها هدية رزقك. مو شو ساعد منتظر حالك يا خالد 175 نفج منتظر والله. تمام أكتب لي حبيبي. السلام عليكم. السلام حبيبي. الشاحنة موجود بس امشي بال بس ازق الازقة وكبر. حبيبي تمشيني شاحنة مو معوق تمشيني الله يخليك. هو معوق شنو؟ تمشيني ما عندي شاحنة توكل كابتن الله يعني. ما عندي شاحنة، فلوسك خليها لك، مو بحال فلوسك أنا. أنا معوق؟ أنت معوق لا شنو مثلاً؟ الإعاقة بالعقل مو بالجسد. روح بابا تروح. ومن خرب المجتمع غير أمثالك. أوفهم، أما هاي المجتمع بس أنا أمور. إيش تحتاج لبعض حبيبي؟ سلامتك حياتي. بعدين من التقصير. يا حبيبي حلوات كل اللي أنا مثلك. سيب عليك. أما هذا المجتمع بس تنمر. هذا المجتمع شغلته بس تنمر. كل واحد يلتهي بنفسه. شوف عيوبه خلني اشوف عيوب غيرك عشان اسلمك ليك انا اي والله اسمع الاسف والله يا ريت الناس قالت لك فيديو حبيبي حبيبي خليني اعطيك هديه بس معك. طبعا طلال جمال يعني مقطع فول ما شاء الله، يعني ما شاء الله التصوير كلش حلو والفكره والتمثيل فيديو يخبل ما شاء الله. يعني طبعا اخيرا يا اخي والله انغثيت مغثى قبل شويه بس ما اقدر اطلع لكم الفيديو اللي قاعد يطلع لي كله بنات ولعبان نفس. يعني الحمد لله وشكر اكو هيك محتويات جاي تطلع حلوه. تحيه مره لاخت طلال جمال، هذا اسم الحساب. كلش حلو كلش يعني كلش حلو مقطع، فكره يوصلها وصحيح. مجتمعنا كلش اكثر مجتمع متنمر بالعالم، مجتمع ما يباوع على نفسه يباوع على القدام، ما يباوع على عيوبه يباوع على عيوب العالم، وهذا للاسف طبعا. بس ان شاء الله الجيل الجاي احسن. مره ثانيه عاشت لك طلال جمال كلش حلو المقطع. وهذا المقطع اللي انت تحبوه دائما تطبوه تريدون نزلنا على تيك توك العراقي، نزلنا على تيك توك العراقي. فانا اخرت عند 40 يوم مثل ما قلت لكم. لايك والاشتراك وبيس.